نحن في منطقة العدوسية حاليا العدوسية هي منتزه للمنطقة بشكل عام جسر الشغول جبل الأكراد المخيمات كانت منطقة قبل 2011 ولا زالت لحد الآن منتزه ومنطقة تتميز في ينابيع العزبة إضافة منطقة كانت تخدم أكثر من عشرين قرية تضخل مياه على مدار 24 ساعة ما شاء الله وكان الحمد لله رب العالمين ان شاء الله هلا ميتة افضل وافضل ولكن بحاجه شويه اهتمام لهلا ، منطقة العدوسي هي منطقة حلوة بتتميز باشجارها وبينابيع العزبة يعني هي مرتع لجميع الناس في فصل الصيف للهروب من الحر وبركات حلوة تحت وحتى الناس من المخيمات بيجوا عليها يعني بفصل الصيف يعني بوقت الزروي بالشوب يعني بيرتاحوا من العناء ومن الضغط النفسي يعني منظر مريح للنفس وهي منطقة حلوة كتير وحتى بفصل الخريف كمان تتميز بيعني بي بأوراق الأشجار هيك حلوة وكمان تنزل الناس تأخذ بعض الصور فيها. ويعني منطقة حلوة يعني هي جذب للناس إن كان بالصيف أو بالخريف